غابر الأنام قال كان الشخص يعتقد أن الله موجود لا أحد يستحق أن يعبد غيره واعتقد في قلبي أن محمد رسول الله لو لم يتوفى فهم عند الله مؤمن أما عندنا لا نعامله معاملة المسلم ما هو عند الله مسلم فبعضهم قال وقال لا إله إلا الله وهو يعتقد أن محمد رسول الله لكن ما نطق محمد رسول الله صح إسلامه